السلام عليكم، انا سميتي امل مزوزي، عمري 18 سنه، كنت كنقرا في ثانويه بنو الهيتام السنه البكالوريا. انقطعت الدراسه بسبب المرض ديالي وسرطان الدم. اول مره حسيت بالدخان، سخفت في المدرسه وهزوني للسبيطار. من تماك بديت كنمشي للمستشفيات بزاف باش نشوف شنو فيا، حيت كنت كدير لي الدخان وكنت كحاليت بحال جيفت. صافي مشيت للناظور المستشفى الحسني وقالوا لي باللي عندك الورم، ورم وكتحيد. مشيت للسويسي باش ندير العمليه جراحيه باش يحيدوها ليا. صافي درت جوج عمليات وداروا تحليل داك الولسيس اللي كان فيا هنايا، درت تحليله ولقاو باللي عندي مرض في الدم، سرطان في الدم. صافي صفتوني المولى عبد الله، المولي عبد الله ما كانش فيه ديال الدم. صافي من تماك مشيت لكازا العشرين غشت بنورشت، تماك دابا كنتعالج. ودات ثلاثة العمليات اخرين في كازا حيت داك المرض تجمع لي تحت الرجل وداروا لي عمليه حيدوا لي داك المرض. المهم العلاج والشيميو كيطلب بزاف ديال التكلفه، دابا تقريبا عام وانا تنتعالج. درت العلاج تقريبا 20 مليون، دابا حنا تكلفه العلاج. ودابا بقى لي عامين ان شاء الله، وكنطلب المساعده من الناس اللي بغاو ان شاء الله يعاونوني. درت بزاف المحاولات، والاول ما لقاش الولد ديالي كيفاش يسدد هاد التكلفه. مشى خدا الكريدي من البنكه 10 مليون وباع السياره ديالو باش يسد التكلفه ديال العلاج ديالي، حيت الشيميو غالي بزاف وكل مره خصنا نشيو الدواء وخصنا هادي. اولا خص يكون دكاتره نفسانيين، حيت النفسيه ديال المريض خص تكون ضروري تكون مرتفعه، حيت النفسيه كتعاون بزاف للشفاء. وثانيا خص يساعدوهم في الدواء، يعطيو لهم الدواء باش يتعالجوا ويكملوا العلاج ديالهم ان شاء الله تكون رعايه. انا باغا نتعالج ان شاء الله باش حتى انا نعيش حياتي بحال الناس ونكمل قرايتي ونحقق المستقبل ديالي ان شاء الله. حتى انا بغيت نخدم ونعاون الناس ان شاء الله في الكبر ديالي، هذا هو الهدف ديالي من العلاج، اني نستمر في الحياه ان شاء الله.